السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في حلقة جديدة من برنامج سيرفي مصر. النهاردة هنتكلم عن جميع أنواع العواكس المستخدمة مع جهاز التوتال ستيشن، وهنوضح خصائص كل عاكس من حيث المعامل والدقة والمدى. واتكلمنا الحلقة اللي فاتت باستفاضة عن ما هو معامل أو ثابت العاكس أو البريزم كونستانت، حلقة مهمة جدا جدا تقدر تتفرج عليها عشان هتفيدك بإذن الله. هنستخدم في الشرح كتالوج العواكس المصنعة من شركة لايكا، وإذا عرفنا جميع العواكس المصنعة من شركة لايكا، باقي الشركات الأخرى بالمثل عندها نفس الأنواع ولكن باختلافات بسيطة من حيث جودة الزجاج المصنع أو تصميم العاكس أو معامل العاكس أو الدقة أو المدى. أولا، ما هو العاكس؟ العاكس هو منشور زجاجي ثلاثي الأبعاد، وصفته الأساسية عكس الأشعة الساقطة على مركزه إلى مركز جهاز الـ EDM المثبت على جهاز التوتال ستيشن حتى يتم حساب الزاوية والمسافة الأفقية بين الجهاز والعاكس. وعرفنا ان بيتم حساب المسافة بقانون السرعة المعلومة في الزمن على 2، وبيتم قياس الزوايا عن طريق المنقلة الأفقية والرأسية المثبتة على جهاز التوتال ستيشن. اول عاكس معانا هو سيركولار بريزم GPH1B. العاكس ده دقيق جدا، بتصل دقته الى 0.3 من الملي، تمام، يعني اقل من 1 ملي. والمعامل اللي هو الكونستانت بيساوي 0، والمدى اللي هو الرانج او المسافة اللي بيستطيع التقاط الاشعة منها بتصل ل 3500 متر. رقم 2، سيركولار بريزم GPR 121. المعامل بيساوي 0، الدقة 1 ملي، المدى 3500 متر. رقم 3، سيركولار بريزم GPR 111، شائع جدا في كل المواقع واكيد كلنا شفناه. المعامل بتاعه 0، الدقة بتاعته بتصل ل 2 ملي، والمدى 2500 متر. رقم 4، ميني بريزم GMP 101، المعامل بلس 17.5 ملي، الدقة بتاعته 1 ملي، المدى 2000 متر. رقم 5، ميني بريزم GMP 111، المعامل بلس 17.5 ملي، الدقة 1 ملي، المدى 2000 متر. رقم 6، ميني بريزم GMP 111 0، ده البريزم شائع جدا، وده دايما اللي بنجيبه مع جهاز التوتال ستيشن عشان المعامل بتاعه 0، والدقة بتاعته 1 ملي، والمدى 2000 متر. رقم 7، ريفلكتيف تيب، يتم لصقها على الحوائط خصوصا في الحفريات او في الانفاق. المعامل بتاعها بلس 34.4 ملي، والدقة بتاعته 1 ملي، والمدى بتاعه بيختلف على حسب حجم التيب، لان في 3 احجام، في منه 2 سنتي في 2 سنتي، المدى بتاعه 100 متر، و4 سنتي في 4 سنتي، المدى 200 متر، و6 سنتي في 6 سنتي، المدى 250 متر. رقم 8، فلات بريزم CPR 105، عبارة عن تيب بس بنثبته على بريزم. المعامل بتاعه موجب 34.4 ملي، الدقة بتاعته 1 ملي، المدى 250 متر. نلاحظ ان جميع العواكس السابقة هي عواكس ذات اتجاه واحد للرصد، بمعنى انه يجب ان يكون اتجاه مركز ووجه العاكس على استقامة واحدة مع الجهاز، يعني بيتم التوجيه من العاكس عن طريق الناشنكاه ده او الجان سايتس لتوجه على الجهاز، وبنفس الطريقة الجهاز يكون موجه على العاكس، فيكون على خط نظر واحد وعلى استقامة واحدة حتى يتم الرصد بكل دقة. حتى يتم التوجيه الصحيح على العاكس نقوم بالتوجيه اولا
بالجان سايتس او الناشنكاه المثبت على الجهاز، ثم نرصد من اسفل العاكس من سن العاكس المدبب من الاسفل، ثم نقوم بالارتفاع حتى نصل الى مركز العاكس. بذلك نرصد رصدة دقيقة جدا. ولكن العواكس الاتية مثل 360 درجة بريزم GRZ4 هو عاكس يرصد من جميع الاتجاهات، ويستخدم مع اجهزة التوتال ستيشن الحديثة الروبوتية الذاتية التوجيه، بمعنى اننا بنظبط الجهاز ونقوم بعملية الربط، والعاكس بيكون في ايدك ومثبت عليه كنترولر زي الموجود في الجي بي اس، والعاكس ساعتها بيكون شبه الروفر. فالجهاز حاليا انت بتتواصل معاه عن طريق الكنترولر، يعني الجهاز بيشتغل لوحده، فبتدخل له احداثيات النقطة المحتلة او النقطة اللي عايز توقعها، والجهاز بيلف ويوجه لوحده وبيرصد لوحده. انت طبعا بتتحكم في الجهاز عن طريق الكنترولر، فالجهاز بيرفع او يوقع بشخص واحد فقط، وانت ساعتها مش هتبقى محتاج مساعد. والاجهزة الروبوتية او الموتورايزة من افضل الاجهزة وغالية الثمن، ولكن توفر الوقت والمجهود ودقيقة جدا. رقم 9 36 ديجري بريزم GRZ4 المعامل بلس 23.1 ملي، الدقة 2 ملي، المدى 600 متر. رقم 10 36 ديجري بريزم GRZ122 المعامل بلس 23.1 ملي، الدقة 2 ملي، المدى 600 متر. رقم 11 360 درجة ميني بريزم GRZ101 المعامل بلس 30 ملي، الدقة 1.5 ملي، المدى 350 متر. يوجد عواكس خاصة ستجد بها عواكس متعددة وتستخدم عند الرصد لمسافات بعيدة تصل ل 5400 متر أو أكتر، فبنستخدم العديد من العواكس حتى نستطيع التقاط الإشارة أو التقاط الأشعة، وذلك لأن الأشعة كل ما زادت المسافة الأشعة بتفرش أو بتتمدد بزاوية أكبر، لذلك نحتاج أكثر من عكس حتى نستطيع التقاط الإشارة. بالنسبة للعواكس الدائرية أو السيركولار بريزم، هنلاقي إن العاكس بيتكون من العاكس الزجاجي البريزم نفسه، والبريزم بيتم تثبيته داخل البريزم هولدر، والاثنين بيتم تثبيتهم على بول أو العصا الخاصة بالعاكس، وبيكون موجود برضو بابل لضبط الرأسية أو الفيرتيكاليتي بتاعة العاكس، وفي أسفل العاكس هنلاقي السن أسفل العاكس اللي بنثبته فوق النقطة المحتلة. مثال لهذا الحامل GLS12 تلسكوبيك بو، طوله 1.39 وبيتم تعديله حتى 2 متر، وقطره 2.5 سنتي، ووزنه 950 جرام، ويوجد العديد والأشكال منه. يمكن تثبيت البول الخاصة بالعاكس على GST6 كويك ستاند، يعني البول الأساسية ممكن نثبتها على حامل ثلاثي سريع، وبنثبتها عليه لكي نحصل على رصد أكثر دقة وهي سريعة في الضبط. ويمكن تثبيت العاكس على تربراخ ومن ثم على ترايبود أو حامل ثلاثي خشبي أو ألمونيوم، ونستخدمه عند رصد نقط ثوابت الموقع حتى نحصل على أعلى دقة. بالنسبة للعواكس الصغيرة الميني بريزم، يتم تثبيتها على ميني بول، تستخدم لجميع الميني بريزم، وبيتم تثبيتها داخل بعضها بمسامير ألوز، وارتفاعاتها بتبدأ ب 10 سنتي ثم 40 سنتي ثم 70 ثم 90 ثم 130. في الميني بول تستخدم للعواكس الصغيرة، يتم تثبيت العاكس مباشرة فوق سن الحامل مباشرة للرصد الدقيق جدا، والأماكن التي لا نستطيع استخدام البيك بول أو الميني بول العادية. يوجد عواكس ذات أشكال خاصة زي GMP104 مونيتورينج ميني بريزم على شكل حرف L، L بار يعني، يتم تثبيته على الحيطة بمسامير، المعامل بتاعه 8.9 ملي، الدقة 2 ملي، المدى 2000 متر. وبنفس الطريقة كل شركة مصنعة لأجهزة التوتال ستيشن لديها الكتالوج والمواصفات الخاصة بأجهزتها والعواكس الخاصة بها،
وتقدر تخش على موقع الشركة سواء كانت لايكا أو سوكيا أو توبكون إلى آخره، أو تعمل بحث على جوجل وهيجي لك كل المواصفات الخاصة بنوع جهازك ونوع العاكس المستخدم. طيب هل يمكنك استخدام مع جهاز توتال ستيشن الخاص بك عاكس من شركة أخرى؟ نعم يمكنك استخدام عاكس من شركة أخرى، ولكن يجب معرفة وتحديد قيمة المعامل الخاصة للعاكس حتى لا يحدث خطأ، ولكن الأفضل استخدم نوع العاكس من نفس نوع الجهاز منعا للوقوع في الخطأ، وحافظ على نظافة الجهاز ونظافة العاكس دائما. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، فاتفرجوا على الحلقات اللي فاتت واستنونا الحلقة الجاية. سلام عليكم.